فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. القوي بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا بكم الى المستايا، مجريات مباراه فالنسيا امام برشلونه. دائما كالمؤتات سواء في الدوري او الكاس، تذكرون نهائي كاس الملك السنه الماضيه، دائما المواجهات بين الفريقين كانت مواجهات قويه، خاصه هنا في المستايا، الملعب الذي لم يخسر في هذا الموسم فريق فالنسيا في مواجهه البارسا رائد الترتيب، مناصفه مع فالنسيا الذي بدا قويا هذا الموسم، تراجع في الأسباب لإصابة تيرشتيغن في حراسة مرمى برشلونة اللي عنده الكرة الآن أمام ماكسي غوميز رفقة كيفن جاميرو، في يرجع من دورتموند إلى برشلونة خاصة مع مجيء هولون أولى. دائما عند ارتور يغير تماما من هنالك على الجهه اليمنى، فتي مع ليو ميسي، تروح لفرانكي ديونغ بوث سيرفير، ميسي استلم الكره ودخل ضيعها برشلونه عندما كان مدربا لسانتاندير وبيتي، مباراه والكره عند عناصر برشلونه. ميسي يغير تماما لجوردي البا على الجهه اليسرى في اتجاه جوردي البا، اول مره، هل هي اول؟ يدربه هو فريق فالنسيا، درب منتخب اسبانيا اقل من غوميز. غوميز حاول يمر ولكن التغطيه من سيرجي روبرتو، في خطا يقول الحكم لكارلوس سولير وكذلك لغوميز بعد هذا التدخل. هنالك على الجلسة سولير يدخل، بابا بابا با با ضرب الجزاء، ضرب الجزاء من دون تردد وبطاقة صفراء لبيكي، أول كرة وأول لعبة وأول لقطة وأول تهديد وأول ضرب الجزاء لفالنسيا بيكي. غوميز يستعد، غوميز يتقدم، غوميز وبابا با انقذها تيرشتيغن في نهاية المطاف. التأثر كان لغوميز وليس لتيرشتيغن، نعم ينقذ مرمى من ضرب الجزاء يا غوميز. تيرشتيغن بيكي يضغط عليه جاميرو، الكرة الآن يغير ناحية بوسكيتس، بوسكيتس يرجع مرة ثانية لفرانكي ديون، كرة في الخلف، ترجع في الخلف عن طريق اللاعب جابرييل باوليستا، ممتازة الكرة من هنالك على الجهة اليسرى ناحية غايا، نزعة هجومية كبيرة، اللاعب غايا الذي كان وراء ضربة الجزاء التي تحصل عليها على الجهة اليسرى، يلحق عليه جوردي ألبا. يا جريزمان، يا جريزمان، لا 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 لا، يسترجعها ميدانه هذا الموسم. البارسا الثانية في اتجاه توريزو، ميسي مع بوسكيتس يبحث عن المراوغه، ميسي مازال، ميسي شعل حارس مرمى نادي فالنسيا، في وقت فالنسيا وصل مرتين طبعا ما ضرب العرض يوزر على بوسكيتس، بوسكيتس جوردي البا، جوردي البا الكره للاعبين اخرين، غريزمان استلمها من عند انسو فاتي. بالمطلق نتكلم على فريق البارسا اليوم بالسيناريو، يلعب مع توريس، توريس دانيال فاس مره ثانيه معاه سيرجيو روبرتو، معاه جوردي البا والكره في الخطا، الحكم يقول لصالح فالنسيا بعد 24 دقيقة لعب. مازال ميسي، مازال كرة ميسي أيضا ضاعت، باص في التغطية معكم، يبحث عن ليو ميسي، استلمها وراح ميسي، راوغ الأول، لا لم يراوغ، ديونغ طلبها، ميسي وصلت واستلمها، ميسي لم يمر وفي خطأ. في تنفيذ هذه المخالفة ميسي وبعيدة عالية تماما، هذه الكرة راحت فوق المرمى من ليو، ويسدد بابا بابا ضايعه، اولا لا مرتين، يا سلام، يا لها من كره ويا لها من قوه ويا له من تيرشتيغن، تيرشتيغن بيده والقائمه العارضه الافقيه تصد بوم، رائعه جدا يا سلام يا برشلونه. فالنسيا خطير بالراس والدفاع اليسرى، يضغط فالنسيا، كوندوبيو خطيره، دخل غاميرو لم يقدر تسديده، في ذلك حراس ريال مدريد، ويمر ليو، يدخل ليو وفاتي مرة أخرى، الحكم خلى، ميسي راح، ميسي دخل، ميسي مازال، ميسي، ميسي بيني، ميسي يبحث عن المراوغة من أمام سولير، ميسي مازال يستفز المهاجمين المدافعين ويبحث عن الخطأ ويتحصل عليه من أمام كارلوس سولير.
وميسي، ولكني إذا سجل عليك فأنت اللو بين الخطأ. جايا محاصر بثلاث لاعبين، جايا في خطأ يصفر الحكم. طبعا ضغط كبير بالنسبة لعشاق فالنسيا، مجيء الريال والبارسا والأتليتيكو. هو حرد رقها واستلمها وخطيرة، حاول يمر من أمام فاس، يلعب بينية، كرة ممتازة لجوردي ألبا، تغطية دفاعية ممتازة. الكرة هذه من صامويل أومتيتي بحثاً عن غريزمان، جوردي ألبا مع فاس خطيرة، وإيزيكيل غاير تسترجع من كوكنا، يغير تماما لغاير، هو خطير غاير، يلحق على كوندوبيا يلعبها للوبيز، هي لم تنقل على الجهة اليمنى، انطلق اللاعب توريس. في هذه الظروف لو يسجل برشلونة راح تنقلب على حق ميسي، يلعبها من هنالك غريزمان، ولا لمرمى الحارس دومينيك، ولكن بحث عن الجول، ولكن الكرة مباشرة لغوميس الذي ضيع ضربة جزاء. كاميرو حكم خلى اللاعب سولير أومتيتي، ألبا أومتيتي، بيكي بوسكيتس، ولا فاتي. أول فرصة صعبة، تمريرة من ميسي لفاتي، أول كرة خو يضيعها، في خطأ هنا من بوسكيتس، لم يعطيك البطاقة على الخطأ، قد يعطيك على الاحتجاج يا بوسكيتس. فاول يكون حكم المباراة، وما زالت الخطورة. غوميز غوميز غوميز، وبا با 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 با، جول غوميز، يسأر غوميز، يسدد غوميز، يسجل ويهز الشباك في الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة، يسجل ثامن أهداف غوميز. باغتت الحارس تير شتيغن لأنها ضربت في الزميل، ضربت في المدافع ودخلت جول على مرتين أمام دفاع يتفرج، انطلقت من غوميز وعادت لغوميز. هاي التسديدة الأولى كانت من غوميز، جاية مرة ثانية فاتي الصغير، كرته لم تمر، وديونغ وبين أحضان الحارس دومينيك، كرة ديونغ بيسراه لم تكن فيها القوة، بل صدها في الهجمات المعاكسة، خطير فالنسيا، توريس وأومتيتي استلم، يلعب ممتازة لغريزمان، لا 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 غريزمان، فالنسيا من هنالك عن طريق توريس، يستفيد من خطأ وبطاقة صفراء أخرى يخرجها حكم المباراة، هذه المرة لبوسكيتس، ثالث بطاقة صفراء ينالها في وقت بيكي نال التاسعة، وصامويل أومتيتي نال الثالثة في السبع مباريات. صرا جوردي ألبا في التوزيعة، التغطية الدفاعية من هنالك عند ميسي، ميسي مع فريكي ديونغ، يراقب كورتو، ضيع حمرة الثالث، ميسي راح، ميسي راح ليو، راح ميسي، والبطاقة الصفراء لكوكلا، السيدة الوحيدة لإيقافه هي هكذا، فرانسيس كوكنا رمى بطاقة صفراء له هذا الموسم. أومتيتي مازال يلعب على الجهة اليسرى، بعيدة كرة أومتيتي على جوردي ألبا، ولو أنه حتى لو يخسر اليوم لبرشلونة، المشكلة ليس في سيتيان وليس حتى في فالريج. أرتور كرة صعبة، فيدال فيدال يستلمها، ميسي مازال، ميسي ميسي ميسي، فيدال فيدال ميسي، هنالك ناحية جوردي ألبا ممتازة لميسي، بابا برايا الآن جوردي ألبا، والتوزيع القائمة الثاني ليو، ولكنها بعيدة، راحت مباشرة لا لم تخرج الكرة، خرجت الأرتور فيدال، كوندوبيا، ميسي استلمها، ميسي، كرة ميسي الثانية، مرت هذه المرة جانبية على يسار الحارس جاومي دومينيك، المباراة الثانية تسترجع من كوكلان، كوكلان كوندوبيا، ثنائي ولا أروع، كوكلان كوندوبيا في وسط الميدان، هو نعم في وسط ميدان نادي فالنسيا، في اتجاه توريس، بعيد الكرة، تنسو فاتي، فاتي مع غايا، ضيعتها يا فاتي، تسترجع من كوكلان، برشلونة في اللعب الهجومي، كرة ميسي مع ديونغ، ديونغ مع ميسي، ديونغ يبحث عن غريزمان، بوسكيتس ليو، ليو فريكي ديونغ، صار تقريبا مهاجم، خل جوردي ألبا، ميسي جوردي ألبا، والتغطية الدفاعية من فال، جوردي ألبا، جوردي ألبا، ميسي، لا دانيال فاس يرفعها في القائمة الثاني بالراس، سامصلي غريزمان، توزيعا لي، با 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 رايا
خطيرة من ليو ميسي. الخامس عشر ليو ميسي يستعد ينفذ المخالفة والعارض طبعا سولير وصلت على الجهة اليسرى. كرة جول كرة جول كرة جول كرة جول جول. با 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 با